أنا جاية أوضح لك شغلة بالنسبة للحكي اللي قلته بالبرنامج، ترى أنا كلش ما أقصدك. الظاهر أنت صار عندك سوء تفاهم أو فهمت غلط، ما أدري. ومو معناته أن أنا أتغشمر معاك أو ألاطفك، إن في شيء بيننا. إحنا يران من عمر وربينا مع بعض، وأنا عندك حسبة أخوي لا أكثر ولا أقل. والموضوع الثاني، أنا بصراحة جاية أعتذر لك عن اللي سواه خطيبي حمود. أدري إنه موقف بايخ، بس تدري يعني هو خطيبي وريالي غار وعصبي وما يرضى. بس أنا فهمت إن أنا وأنت رابين مع بعض ومن عمر، وإنك مجرد أخو بالنسبة لي لا أكثر ولا أقل. خطيبك؟ خطيبي ما في مبروك؟ مبروك إن المال من أجل العيال. الله يبارك فيك والفال لك إن شاء الله. إن شاء الله تلقى بنت الحلال اللي تريحك، تكون مطابقة للمواصفات. إيش قصدك؟ شنو يعني مطابقة للمواصفات؟ هاو بدر؟ إيش دعوة، نسيت؟ المواصفات اللي تبيها بزوجة المستقبل. عن إذنك. هذه آخرتها يا حصة، هذه آخرتها. لا ولد ولا تلد، لا أنيس ولا ونيس، وهذا اللي كنتي تبينه. وهذه حوبة ندى وجوري، كل اللي أذيتيهم. قلبك أسود، شوفي طمعك وين وصلتش.